أجندة سانتي. في الأجندة سانتي باستقبال العام الجديد لعام 2022 مش نعطيكم أهم المواعيد لامتداد عام كامل، مواعيد طبية وعلمية تهم أطبائنا التوانسة وأكثر، ندوة دولية حول التصرف في النفايات الكيميائية الخطرة الواقع والحلول المتاحة. هذا باش يكون نهار 3-4-5 فيفري 2022، هذا في إطار مساهمة في إيجاد بدائل مستدامة وصيغ عمل ملائمة لمجابهة أحدى أبرز وأخطر الإشكاليات البيئية المطروحة سواء في بلادنا ولا في العالم. تعقد جمعية أفاق لقوات الأمن الداخلي والديوانة تحت إشراف وزارة البيئة ندوة دولية حول التصرف في النفايات الكيميائية والخطرة بمختلف أصنافها بمشاركة ممثلي عدد الوزارات المعنية وهيكل الدورة ومؤسساتها المتدخلة في المجال وخبراء متخصصين من تونس والعالم في مجال التصرف في النفايات الخطرة وخاصة منظمات المجتمع الدولي. وتهدف هذه الندوة من خلال مختلف أنشطتها إلى تشخيص الواقع الحالي للتصرف في النفايات الكيميائية والخطرة والخاصة وتدارس مختلف الإشكاليات القائمة واستعراض فرص التعاون بين متدخلين القطاع العام والقطاع الخاص المحلي والدولي وتبادل الخبرات. هذا فيما يخص الندوة الدولية حول التصرف في النفايات الكيميائية والنفايات الطبية الخطرة أيام 3-4-5 فيفري 2022. كانت هذه أجندة سانتي بالنسبة لليوم.